Imagine a world. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل متابعي قناة اندرويد 18. يا أخي من زمان ما سمعتكم صوتي، لكن اليوم رجعنا بحول الله. شعب، اليوم رح نختصر الموضوع في منظور الشخص الثالث اللي تكلمنا عنه سابقا، وخبرتكم أنه بشكل رسمي الشركة كان يعني في أحد الأسئلة على المنتدى اللي خصها على المواقع الرسمية اللي تخص الشركة، وكان الرد أيضا أنه رح يكون بحول الله منظور الشخص الثالث من ضمن محتوى لعبة وورزون موبايل. وفعليا وبشكل رسمي يتم الترويج لمنظور الشخص الثالث داخل اللعبة حاليا على الإصدار الإقليمي أو الإصدار الجزئي المتاح لبعض الدول في الوقت الراهن. لكن لو تدخل اللعبة أكيد أنك ما راح تلاقي يعني منظور الشخص الثالث حاليا، لكن زي ما خبرتكم الشركة يعني قامت بالترويج، أكيد راح يكون معنا إما في هذا الموسم يا إما في يعني يكون تحديث ويكون بعده مباشرة يتاح معنا منظور الشخص الثالث. ايضا في بعض الاسئله اللي راح اجاوب عليها في هذا الفيديو، يعني جمعت تقريبا بعض الاسئله اللي شاهدتها، وراح اعطيكم ايضا حتى المشاكل الموجوده حاليا باللعبه. فاول مشكله زي ما تلاحظون يعني حتى الشخصيه الحين انا ما العب بهذه الشخصيه وطلعت لي هذه الشخصيه، يعني في بعض المشاكل اللي لساتها موجوده داخل اللعبه وكانت متوفره اساسا موجوده من سابق المواسم. ثانيا الشركه يعني قامت باغلاق بعض التطبيقات الفي بي ان من اجل انه يعني بعض الناس مش ممكن انهم يشغلون اللعبه اذا كان يعني الفي بي ان عندهم يتعدى 160، يعني ما راح يمكن انك تدخل الجيم بشكل مباشر. بالعكس انه في السابق كان معنا على 200، الحين صار معنا 160، يعني اذا الفي بي ان عندك تشغله ويصير عندك باللعبه اكثر من 160 ما راح تتمكن انك تدخل جيم او تدخل اللعبه بشكل عام. اللي بعده ايضا في هذا المشاكل اللي راح اذكرها واللي فيما يخص الاسلحه، تاخذ سلاح او سلاحين مباشرة يسوي سويتش للسلاح الثاني، ولكن لو تريد تغير سلاحك من الارض او تاخذ سلاح ثاني ما راح ياخذه ولا راح يغير سلاحك. فشنو المطلوب منك؟ ضروري انك تدخل الحقيبة الظهرية وتشيل السلاح اللي انت تريد تستغنى عنه من اجل انه ياخذ لك السلاح اللي موجود على الارض. هذا ايضا من ضمن المشاكل الموجودة حاليا باللعبة. وعلى سبيل الذكر ان الشركة ذكرت انه في بعد ما سوت اخر تحديث اللي يخص اللعبة وحضرت بعض تطبيقات الفي بي ان من اجل انك ما تدخل اللعبة حتى تقتصر التجربة على الناس المتاحة لهم اللعبة بشكل رسمي وتكون سيرفراتهم اقرب حتى يكون فيدباك صحيح ويكون تعليقات فيما يخص المشاكل ايجابية وتكون دقيقة جدا. هذا حسب ذكر ايضا الشركة. زي ما خبرتكم المشاكل الموجودة ايضا من ضمنها هاد يعني كيف تسوي سويتش للسلاح او تغير سلاح او تاخذ سلاح من الارض، وهذا المشكل بالضبط اللي راح تشاهدونه ايضا في هذا الجيم وفي هذا الجيم بلاي بشكل كامل، اني يعني تقريبا السلاح اللي اخذه مش ممكن اني اغيره الا يعني اذا ارمي سلاحي على الارض واخذ سلاح ثاني. وايضا حتى السلاح الثاني مش ممكن انك تستبدله الا اذا كان خلص الطلق او موجود بسلاحك الاول، يعني خلاص يعني ما فيش ولا طلقه واحده، فراح يسوي سويتش بشكل اوتوماتيكي او بشكل تلقائي على السلاح الثاني اللي هو موجود عندك. للمعلومه مش عارف في ناس ايضا كثير صادفت هذا المشكل، اتمنى انكم ايضا تتركوها بالتعليقات بالنسبه للناس اللي تلعب. حتى من ناحيه صفيحه الدرع زي ما تلاحظون، يعني لو تسوي تريد تهيل او تاخذ درع زي ما تلاحظون يعني لا يمكن انك ترميها على الارض وتاخذها مره ثانيه، ولا يمكن انك تفعلها على جسمك، فراح تلعب بدون درع. اوكي، فيعني مشكل كبير جدا والدمج راح يكون عالي اكيد اذا تلعب بدون صفائح درع. انت بالاساس عندك 3 صفائح، يعني كل صفيحه تزود دمك شوي. اوكي، اللي بعده الاستفسار الاخير اللي راح اجاوبكم عليه حتى قبل ما ننهي الفيديو، اترككم مع بقيه الفيديو مع بقيه الجيم بلاي عفوا. فيما يخص منظور الشخص الثالث، راح يكون هذا المنظور يعني متاح للتصنيف وبس، او راح يكون التصنيف مثلا منظور الشخص الاول وبس؟ حاليا يا شباب ما في اي شيء، واللعبه بشكل كامل راح تتغير بعد طرح نسخه مودرن وورفير 3. في اشياء كثير راح تتغير، فلهذا السابق الاول وانك تتكلم هل اللعبه راح تتوفر على منظور الشخص الاول في التصنيف، هو اساسا التصنيف حاليا ومش موجود اساسا، فيعني راح تاخذ وقت. اوكي، يعني حتى بعد الطرح العالمي ما راح ينزل معنا التصنيف من اول موسم اعتقد بنسبه كبيره جدا. راح تتوفر اللعبه على منظور الشخص الثالث منظور الشخص الاول. هنا السؤال المطروح، هل راح يكون منظور الشخص الثالث كمود لحاله، يعني يكون مود مؤقت،
وبعدين ينشال، أم أنه راح يتم إضافة زر خاص بالتحويل داخل الجيم من منظور الشخص الأول إلى منظور الشخص الثالث، ويكون داخل الإعدادات زي ما هو موجود تقريبا باقي الألعاب، مثل لعبة بابجي موبايل، مثل لعبة كود موبايل، يعني الأقرب نوعا ما إلى نسخة وورزون موبايل. فأعتقد بنسبة كبيرة جدا أنه يتم إضافة هذا الزر بحول الله، حتى إذا ما كان معنا في أول طرح يكون معنا بإذن الله بعد الطرح الإعلامي الزر موجود وأنت تلعب داخل الجيم زي ما أنت تريد، يعني الاختيار يكون يدوي، تحول منظور الشخص الأول أو تلعب منظور الشخص الثالث. أوكي هذه، وبنسبة كبيرة أنه الشركة يعني راح تسوي هذه الفكرة وتكون متاحة للجميع وللكل، يعني حتى في نسخة كود موبايل تلعب منظور الشخص الأول أو منظور الشخص الثالث راح يكون تصنيف واحد. فأعتقد أنه هذه الاستراتيجية اللي راح تعتمدها شركة أكتيفيجن عند الطرح العالمي اللي يخص لعبة وورزون موبايل، او حتى ممكن جدا يكون اولا او مبدئيا كمود، يعني وتشوف ردة فعل اللاعبين على هذا المود اللي يكون تقريبا مؤقت بمنظور الشخص الثالث قبل تفعيل الميزة داخل الاعدادات في الطرح العالمي. واحتمال كبير جدا انه راح تكون مستبعدة انها تعتمد النمط او الاستراتيجية او حتى الخطة اللي استخدمتها لعبة EA في لعبة شركة EA عفوا في نسخة Apex Legends موبايل، لما كانت توفرت تصنيف بس في منظور الشخص الأول والشخص الثالث يكون له تصنيف آخر. أوكي، فأعتقد أنه Activision يعني استراتيجيتها مختلفة تماما عن EA، أكيد أنه ما رح يكون في تشابه. فالمشكل أنك لما حتى فيما يخص المشكل اللي زي ما خبرتكم يصير معك بالجيم وما يمكن أنك تحول سلاح، فالأفضل لك أنك تأخذ سيارة وتدعس، هذا يعني أبسط شيء من أجل أنك تلفل البط باس اللي يخصك ودوم، يعني تأخذ الجيم بوقت أطول وتأخذ إكس بي أكثر من أجل أنك تفتح طائرات اللي أنت شاحن عليها البط باس. هذا تقريبا كل التفاصيل اللي حبيت أشاركها معكم في هذا الفيديو شباب، وزي ما خبرتكم يعني حتى في سابق الحلقات لما لا أتكلم في داخل الجيم فعذروني. أوكي يعني لما يكون شيء ضروري فأكيد أنكم راح تسمعون صوتي إلى أن يتم تضبيط بعض الأمور اللي أنا جاي أشتغل عليها بحول الله. أوكي فيلا أشوفكم على خير، استمتعوا ببقية الفيديو ولاحظوا المشاكل زين اللي موجودة داخل اللعبة، وأتمنى أنها يعني ما تتوفر معنا في قادم الأيام أو قادم التحديثات أو حتى بعد الطرح العالمي. يلا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أشوفكم على خير، أتمنى لايكاتكم، لا تبخلوا علي بمشاركة المقطع، أي استفسار آخر اتركوه بالتعليقات، والسلام. Keep it up.
Gas inbound. Safe zone relocated. Moving here. Gas is closing in. That's a win. Proper job. If you would like to get exclusive content updates, previews, and events, don't forget to subscribe and turn on that notifications. Stay frosty, soldiers.